احد المشاكل اللي بتصير في الدي سي موتور شيء اسمه الارمتشر رياكشن. خلينا نشوف ايش الارمتشر رياكشن. ايش الارمتشر؟ ايش قلنا الارمتشر؟ هاي ارمتشر، ما حكينا انها اسمها الارمتشر، الروتر اسمه ارمتشر في الدي سي موتور. عندي هون فلكس مظبوط؟ خلينا نطلع وين اتجاه حركة. اذا هذا محرك وبديت اسحب كرنت بهذا الاتجاه، اسحب كرنت بهذا الاتجاه وكرنت داخل من هون، اي يد بستعمل؟ اليد اليسرى للموتور. عندي الفلكس ماشي بهذا الاتجاه، وخليني لو اخذت هذا من هون الكرنت داخل هون بالصفحه، اذا الفورس راح تكون هون على هاي الجهه، راح تكون فورس بهذا الاتجاه، فورس بهذا الاتجاه، فورس بهذا الاتجاه. هاي طبعا هون راح تنعكس. ليش راح تنعكس؟ عكس التيار، بس التيار انعكس والفلكس ضل بهذا الاتجاه. هلا اذا هذا المحرك راح يبدا يتحرك بهذا الاتجاه وراح يسحب كرنت. هلا لاحظوا في عندي هون شيء جديد راح يصير، مش هون بدا يمر عندي كرنت مظبوط؟ مش انا سحبت كرنت حتى يصير هذا الموتور، هذا الكرنت شو راح يعمل؟ لاحظوا هذا الكرنت كيف ماشي؟ طالع من الصفحة هون وداخل، شو راح يتكون؟ ماجنتيك فلوكس، راح يتكون ماجنتيك فلوكس بهذا الاتجاه. وهذا الماجنتيك فلوكس مع ايش راح يتناسب؟ مع الارمتشر كرنت، مظبوط؟ لاحظتوا قبل شوي كل ما زاد التورك ايش كان يصير في الكرنت؟ لا يزيد، مش التورك، التورك شو بيساوي؟ كي في اي اي فاي. اذا فاي كونستنت وكي كونستنت، اذا اي اي تتناسب مع التورك، فكل ما حطيت لود اكثر عليه شو راح يصير بالكرنت؟ راح يسحبه؟ راح يزيد. لما يزيد الكرنت راح يسحبه، شو راح يصير بهذا الفلوكس؟ اذا هذا الفلوكس راح ارسمه هيك، الفلوكس الاصلي تبع المشين وين اتجاهه؟ عموديين على بعض، مش هيك؟ هذول عباره عن فيكتورز مظبوط؟ الفيكتورز ايش بقدر اعمل فيهم؟ بقدر اجمعهم، مش هيك؟ اذا ايش راح يصير عندي؟ هلا لاحظوا وين كان النيوترال بلين هون؟ مش كنا نسمي شيء اسمه نيوترال بلين؟ ايش بيصير عندي النيوترال بلين؟ كل ما سلك بمر عن هذا النيوترال بلين شو كان يصير التيار اللي فيه؟ ينعكس. اذا النيوترال بلين كان موجود هون، كان عمودي على مين؟ كان عمودي على الفلوكس، مظبوط؟ لاحظوا هلا شو راح يصير بالفلوكس؟ هذا فاي جاي من الارمتشر وهذا فاي جاي من الفيلد، مظبوط؟ هذا كونستنت اذا انا ثبته، بس هذا بيتغير مع ايش بيعتمد؟ على اللود، على التورك، والتورك بيعتمد على الكرنت. وين صار هلا الماجنتيك فلوكس؟ اتجاهه لف بزاويه. اذا الماجنتيك فلوكس بطل اتجاهه هيك، صار اتجاهه هيك، وين صار النيوترال؟ النيوترال بلين اتحرك. هاي طبعا مشكلة، لأن أنا البرشز والكوميتاتر بكون مثبتهم بحيث أنهم وين يعكسوا التيار؟ بالنص يعكسوا التيار هون. بس التيار وين هلا صار لازم ينعكس عند النقطة هاي؟ هون. والمشكلة افرض رديت خففت اللود على المحرك، لما خفف اللود على المحرك بخفف التورك، ايش بخف عندي؟ الارمتشر كرنت. وإذا خف الارمتشر كرنت شو بصير بهذا الفلوكس؟ وإذا قل وين بيرجع الفلوكس مرة ثانية؟ هون. وإذا رجع هون شو بصير بالنيوترال اكسس؟ بيرجع هون. هلا المشكلة إذا أنا زاد عندي اللود وأنا حاطط البرشز، أنا مظبط البرشز والكوميتيترز بحيث إنه يعمل كوميتيشن هون، لما يصير يعمل كوميتيشن هون وهو لازم يعمل كوميتيشن هون، شو بصير عندي؟ بصير يطلع معي سبارك في المحرك. وبضعف عندي الماجنتيك فلوكس بشكل عام، هذا بسبب مشكلتين، الارمتشر رياكشن بسبب مشكلتين، ايش هم المشكلتين؟ بضعف عندي الفلوكس بشكل عام لأسباب صعب أشرحها هون، بس بشكل عام هذا الطول او الفلكس اللي بستفيد منه حتى ينتج التورك بضعف، والشيء الثاني على الكوميتيترز بصير يبدا يصير عندي سباركس. اذا هاي هي الارمتشر رياكشن، واضح هذا شوف البتان شو اللي بسبب الارمتشر رياكشن؟ بس يصير في عندي تورك على المحرك بزيد الكرنت اللي ماشي فيه، اذا زاد الكرنت اللي ماشي فيه هو نفسه راح يصير يعمل فلكس، هذا الفلكس ايش الزاويه بينه وبين الفلكس الرئيسي؟ 90 درجه. إذا صاروا هذول هيك، إذا صارت محصلة الفلوكس النهائي وين صارت؟ زاوية. مالت بزاوية، لما مالت بزاوية إيش صار بالنيوترال بلين؟ مال. شو المشكلتين الرئيسيتين اللي بسببهم؟ بصير في عندي سباركس على الكوميتيتر، الكوميتيتر راح أفرجيكم المرة الجاية لما تشوف الصور تبعون المحرك، راح يبدأ يكسر المحرك هذا ويمر فيه شرار، في سباركس راح تصير، والشيء الثاني بشكل عام راح يضعف التورك لأنه الفلوكس بشكل عام راح يضعف عندي من هذا السيستم. بدنا نفكر بطرق كيف نحل الارمتشر رياكشن.